يوسف بهار تسمعيني؟ نعم، كيفك؟ ناصر صنف. الحمد لله، كيفك؟ أنا أعتذر الفترة السابقة ما قدرت أحضر لأن كان عندي ظرف كلش طارئ، بس كنت أتابع وياكم، بس المحاضرة الأخيرة ما تابعتها. تمام، مو مشكلة، المهم نحضر الفيديوهات ونعرف وين وصلنا. إن شاء الله من الآن من القادم إن شاء الله أنا رتبت جدولي، يعني إن شاء الله رتبت جدولي على ودنا وياكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا ست. أنا العفو، جادل. لوين وصلنا؟ أي صفحة؟ صفحة 59 كان أعتقد اثنين من الأخوة أو ثلاثة ما قرأوا، فقلت حضرتك إنه يقرأوا الدرس القادم. تمام، مين اللي ما قرأ؟ خلينا نأجل القراءة لآخر الدرس. قرأنا هاي مو تريد؟ ريت هجم. ريت. اوكي. أخذنا الهاب، أخذنا بليرت ميكي. حلينا كل هدول، الثامن حلينا. بس التاسع ما حلينا. التاسع ما حلينا. اوكي. فرضا نديو فقط بليت ميكي، حكينا المفعول به أن استخدم ني كيمي، ني يعني ماذا أو من، كيمي يعني نسأله بالجملة، إذا أعطانا فنستخدم بليت ميكي اللي هو الحرف الصوتي الإي والأو الإي وال والأ والأو والأ اللي هن فوق. خلينا نشوفه. الأ أ قلنا بنهاية الكلمة، إذا أجوا بياخذوا الأ، الأ إي إي أو 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 والأ إي إي، وإذا أجا حرف صوتي نهاية الكلمة نستخدم الياء حكينا اللي هو الفاصل، لكن وين نستخدم الم؟ إذا أجا الإي إكي اللي أخذناه فوق، فرجيتكم الدرس الماضي. Şimdi son hangisi doğru işaretleyelim. Ayhum sahih din aşır yani kalen ihtaru bimen. Şimdi bir, burası çok havasız. Bu ne? Havasız no bimana no ma nahna bnahki no iftah shabak hon ma fi hawa ma fi oksijin. هوا الهواء، هوا صز إنه ما في هواء، من دون هواء. براسة شوك هوا صز. لطفاً لطفاً شو بنجرة بنجري أتش هنسي olacak؟ هيكون بنجري أتش. evet، يعني بما أنه إجا اسم إشارة اللي هو شو هذه أو هذا، هذه النافذة يعني ني أتشيم، ماذا أفتح؟ افتح عم يأمر هون، أمر افتح هذه النافذة. فهذه إذا أجت نختار اللي فيها إي بانجري، حطينا إي لأنه إجا آخر حرف صوتي. شمدي إيكي yabancılar İstanbul'u çok beğeniyorlar. İstanbul'u çok. Evet. İstanbul'u çok. Aynen. İstanbul'u.
Yani yabancılar, el-ecanib, mu'cebin kathiren bi-İstanbul, İstanbul'u. هون حكينا özel isim, اسم علم, بجمعه الأو. İstanbul'u çok beğeniyorlar. Neyi beğeniyorlar? Yani bimada mu'cebin, bimada bi-İstanbul, İstanbul'u. يعني هون إذا فينا نستخدم ني يعني في عنا ني وفي عنا كيمي يعني من sağlıklı olmak için مشان تكون bu صحة her gün كل يوم 2 litre litreyen su suyu içiyorum suyu içiyorum su su aynen. Su olacak. Su. Of. Bak. Neden muhaddet mi? Yani mişan kun du sahha. Her gün kulle yom 2 litre su içiyorum. Yani bir şap litreye minel may. Burada yani ma fi şi dillal u nakdu. Yani fi mef'ul bihimun. Yani eşrab litreyen min el ma litreyen min el ma kulle yom inşan tıbka sahati ceyide avlu sahha ceyide su olacak aynen her ay kütüphaneden kul şahır her ay kütüphaneden min el mektebe kitabı alıyorum هون نحدد كتاب كتاب يعني آخذ كتاب من الإيش من المكتبة الكتب هنا هون المكتبة اللي فيها الكتب مكتب. كتاب اليور هون ما راح أقول ني اليور راح أقول ن اليور كتاب اليور يعني بأخذ كتب Şimdi bütün gün yani kamil el yom okula gidiyorum ezheb ilel medrese dersi çalışıyorum. Yani edrus el ders. 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 Aynen edrus el ders. Yok ne dediniz? Bütün gün okula gidiyorum. Aynen ders çalışıyorum. Ders çalışıyorum. Yani edrus غير محدد يعني أدرس كل يوم أذهب إلى كامل اليوم أذهب إلى المدرسة وأدرس يعني بدون و في فيرجول أدرس درس تشالشير يعني بدرس ما في هون حال تعريف şimdi مكتوب مكتوبو aileme yazıyorum مكتوبو evet Neyi aileme yazıyorum? Mektubu. Yani ektub li aileti el risale el mektub. Mektubu. Şimdi hi p mitil hay lakin kulibet ile b hasab kaidet ketchup. Ketchup. Şimdi 7 hangi şarkıyı dinliyorsun? Hangi? Şarkı. Evet. Biz şifna kelimet hangi fe mecburin nakhud li fi'l i. Hangi şarkıyı dinliyorsun? Ey ugniye testeme ileyha. Testeme ile ey ugniye. Şimdi hangi li ey nakhud i. Peki saçlarımı tarıyorum. Saçlarımı evet tarıyorum yani umaşıt umaşıt şari ماذا umaşıt şari ماذا umaşıt şari saçlarımı peki neyi tarıyorum taramak diye el tamşit saçlarımı tarıyorum annem bu diziyi çok seviyor Diziyi. Diziyi.
مجبورين ناخذ الاي بس شفنا كلمة سيفيور يعني ماذا تحب أو بو أيناً في أن بو إشارة بو ديزي في أن بو شو أو وهانجي اللي هي هون هانجي وإيش في كمان unuttum. Peki on dün yolda babanı gördüm. Kimi gördüm? Anne. Babanı. Rahatladı on abuk. Dün yolda البارحة. Aynen البارحة في الطريق yolda babanı gördüm. Ben رأيت abuk. Babanı. Abuk. Aynen bu şekilde olacak. Şimdi inelim yeni bir dil bilgisi alalım. Nahut kardeş dili. Enhel safha yani vazife safha 65. Marisa. Safha 65. 64. Bakayım var mı? 64 هي من حلها احنا خليناها 64 لسه ما اخذنا لا بس حليناها احنا يعني تمام حلو 64 كمان ما دخل بالقراءة ونحكي ليه بكي نشوف واحدة جديدة ساعات أين ساعات أعطي شوي شوي اليوم رح أعطي قاعدة صغيرة وبعدين نكمل لأنه طوال هاي هذا البحث كله ساعات تقريبا شو بكلم ساعات ساعات ثلاث hours الناس 60 60 ثانية 60 اللي مو حافظ الأرقام يحفظهم لأنه راح يستصعب كثير هون شوفي 60 ثانية 60 ثانية بير دقيقة دقيقة واحدة يعني كل 60 ثانية هي دقيقة 60 دقيقة 60 دقيقة بير ساعات ساعة 30 دقيقة 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 يعني دقيقة 30 دقيقة يارم ساعة نصف ساعة يارم معناه نصف نصف ايه 15 دقيقة يعني 15 دقيقة تشيرك ربع تشيرك تشيرك بق 60 ثانية 1 دقيقة 60 دقيقة 1 ساعة 30 dakika yarım saat 15 dakika çeyrek çeyrek yarım nusuf çeyrek. Çeyrek mana çeyrek yarım saat kaç çeyrek nesekir mikrofon çalmaya sayısı da Saat kaç? Lema binna nis'elen sa'a nku saat kaç? Yani addeş sa'a. Kem sa'a? Kaç? Kem sa'a? Saat kaç? Şimdi tam saatler. Yani kul bil İngilizce o'clock. Saat tam yani. Yedi. Saat. Sabah. Yedi. Yani sa'a sabi'a sabahan. Saat 7. Sabah فينا نكتب فينا ما نكتب. يعني هاد مشان نعرف. مثلا هن عند الأتراك مثل الإنجليزي ببلشوا من الواحد للأربعة وعشرين. فالسبعة هي الصبح. 11 أيلة ظهر. 21 جاجة ليل. ساعت 7. يعني الساعة السابعة صباحا ساعت أولى ظهرا ساعة ظهرا أمبير يعني الساعة حادي عشر
Zuhran. Saat gece 9. Saat 9. Yani saat 9 leyla. Gece. Şufu hon bikulu yarım. Ekter şeyil yarım bikulu nısıf. Yarım saat sürer mesela. Enno bitu nısıf saat. Lakin eza binna nkul saat ve nısıf mesela saat 6 ve nısıf نقول بتشك يعني النص هون بتشك اليارم ساعة إمتى بنحكيها يعني كمان أن فقط تكون فقط نص ساعة نص ساعة عينا نص ساعة وجمهم وعدهم في كل الأحوال النصف إذا جاء واحدة يقولون يارم إيه حتى الوزن حتى في الوزن يارم الفلوس مثلا يارم الما يارم كيلو يارم الما يعني نصف نصف تفاحة نصف تفاحة أين يارم كيلو يعني نصف كيلو يعني كل شيء أقل من واحد هو يارم نصف أين من الواحد فما فوق بوتشوك إيه هون مثلا إذا بدنا نقول ستة الساعة ستة ونص نقول 6:30 اللي هي 30 دقيقة 30 دقيقة يعني نصف ساعة 6:30 يعني 6:30 مثلا 12:30 نعرف صباح يعني صباح أيلة ظهر أكشام مساء 6:30 12:30 burada 7:30 يعني 7:30 هني شلون بيقولوا 19:30 هني هيك بيستخدموها كمان 19:30 هذا 7:30 يعني 7:30 في منهم هيك ومنهم هيك طبعا خلينا نحن نستخدم هيك 7:30 يعني 7:30 6:30 7:30 12:30 ونص ونص 6:30 Şimdi fi ennehu saat saat nezkuru sa'a a dakika var. Var na'rif ma'na yujad. Yujad kan şuf hon 9:45 değil mi? Yani nezkuru sa'a 10 illa riba. Ve hon il illa بناخد آ أونا يعني العاشرة إلا أونا تيرك وار يوجد ربع يعني عشرة إلا ربع نحن نقول أونا تيرك وار نحن نقول أونا تيرك دقيقة بنحكيها ربع فينا نقول الدقيقة أونا أون وار مثلا عشرة إلا عشرة Ona on var. Mekan dakikan kul on. Ona on var. Mesela saat on ona ona tabi'an el a ve el e on ya bici a ya e el e hasab el ince harfler na'arif on el e ve el a bici hasab el kalın harfler هون الأو بياخد آ أنا أنا تيريك بار يعني عشرة إلا ربع هون أم بشة أم بش pardon أم ألتية ستاعش ستاعش إلا ربع ستاعش أديش يعني أربعة دوردة هون كان تي دورت تمام دور ت كان لازم نكتب لكن هون يقلب الى ت لان هنا دور ده تيرك var دورده zaten burada yazmışlar كاتبينه هون دورده تيرك var يعني اربعه الا ربع دورده تيرك var. İlla.
شوفوا يعني مستخدم يا أ يا أ. مثلا هون üçe late la 20 مثلا بنقول üçe 20 var. üçe 20 var. يعني late la 20. هو مثلا 7 نكتبها 7 الا 5 الا 5 7 7 لا اجى حرف صوتي اخر شيء استخدم الفاصل ي يديا استخدمنا أ لأنه جاء إنجار إي يديا بيش فار يعني سبعة إلا خمسة يديا بيش فار مثلا بان شمدي أنا رح أكتب ساعات أنتوا جاوبوني بين ما نفهمون مني في منهم ما بيقول إلا تشيراك ها في منهم بيقولوا أم بيش فار يعني في 15 أم بيش يعني فيكم تقولوا أم بيش فيكي لكن تشيراك أسرع يعني هجام نقدر نقول دوكوز 55 دقيقة دوكوز هاي هلا رح ناخذها هاي الى قاعده ثانيه لكن يعني نحن بالعربي نستخدم هيك بنقول 9 و55 دقيقه نقول 10 يعني الى 5 صح للسهوله للسهوله فهمت عليك فهمت عليك تمام هون هيك بس بالكتب بيصيروا لكن بالحكي يعني شوف هون كمان نفس الشيء عاملين يعني مثل الحكي العادي اللي بنحكيه بيساووا يعني هاد أفضل شمني صفري كي ألوس مثلا قديش ساعة اكي اكي انفر هذا اكي 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 ولا اكي لا تقل عشرة ولا اوتشي اينا اوتشي اوتشي اينا شو اللي قلتك اوتشي 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 اون يمي فار يعني مكان دقيقة كتبنا اون مكان ساعة كتبنا اوتش وضفنا له الا اوتشي لانه اجا هون اي اوتشي اون فار يعني 3 إلا 10 يعني يوجد للثالثة يعني 10 دقائق فينا نقول هيك 3 إلا 10 أين شمني ايش هاي؟ بيش بوتشوك بيش بوتشوك بيش اخذناها هون نص يعني خمسة ونص طيب بدي احكي مساء مساء أكشام. 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 Evet. Beş buçuk. On yedi buçuk. Fina kul. On yedi buçuk. Peki. Afo Aset mümkün sual? Mahmud. Yısır akul on yedi. Bedel otuz. Beş. On yedi otuz. Bir git kul. Bas bedek tkul. On yedi. Yısır. Fik bedek tkul hek. حسب القاعدة اللي رح ناخذها بعد شوي إنه مر على الساعة الخامسة نصف دقيقة 30 دقيقة عفوا 30 دقيقة رح ناخذها لا خلينا لا إلا خلينا ناخذ الإلا أول شيء نفهمها منيح
Şimdi saat kaç? 10 saat. 1 saat. 12. 12. Evet. 12 gece saat 12. 12. Aynen. Saat 12 leylen. 12. Gece 12. Saat gece 12. Peki. Ne vakit pek? Gece. Hadi. Saat kaç? İki. İki var. Aynen. Nefesey, tamam, nektub الساعه اللي هي 2 ضفت لها الي لانه جاء حرف صوتي حطيت الي اجى بعدين الا لانه هون ايجار بعدين ضفت مكان الدقيقه كم دقيقه دقيقتين بار يوجد يعني يوجد للساعه الثانيه دقيقتين 2 2 2 بار Peki. رح اختار انا بدر. Evet. Hadi. Yediye altı var. Evet, 7'ye 6 var. Yani 7 illa 6 dakika. 6 dakika. Aynen. Peki. Dar. Zeyna? Evet. Evet. Şöyle olsun. İkiye 20 var. Aynen. İkiye 20 var. Yani 2 ila 20. 2 ila 20. Peki. Kalınca al-kaydı el-ba'da. Sağlarakın kulkun. Şimdi. Saat. Nes-sa'a nektibha. مر عليها كم دقيقة geçiyor يمر معنى نحن نقول مثلا 10 و10 دقائق onu هون حكينا نستخدم يا ı شوف هون او ا او ا نيناتون هون ı اي حسب القاعدة اللي فوق اخذناها ا اي اي ايه لان هذول الاربعة صح كانوا هيك لا الاخيرة او هيك تمام في عنا الا اي مثلا الا اي ياخذوا اي اينا الا اي ياخذوا اي اين او 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 ياخذوا او اين او وال اي ياخذوا اي هذول الاربعه نستخدم حسب اخر حرف صوتي بالساعه
Mesela saat onu o ece o onu haktar u onu çeyrek geçiyor. Yani yamır bir mana. Geçmek mürur. Yamır rıba ala sa'a l'aşira. Mesela aşra ve rıba yani nuhki. On onu esas ve yani aşra ve rıba, aşra ve tel aşra ve aşra. Hekim geçiyor. Geçiyor yamır mana. Geçiyor. Yani بالمعنى تبعنا و صح و ايه كيف هذيك هذيك البار راحت على الا هلا الجيتشير اللي هي و صح إيه اذا بدك الترجميه العربي بالحرفي ما بصير يعني اذا بدي ترجم بالحرفي في هيك بصير اونو Onu çeyrek geçiyor. Yani yamurru rıbu sa'a ala sa'a al-aşira. Al-aşira. Hek. Yani ma btuzbut. Yani aşra ve rıba. Aynen aşra ve rıba. Tamam. Okay. Onu çeyrek rıbu geçiyor. Yani aşra ve rıba. عشرة وربع. Şimdi dördü çeyrek geçiyor. Dördü çeyrek geçiyor. Yani arba ve ربع. Üçü yirmi geçiyor. Üçü yirmi geçiyor. İşte Üçü yirmi geçiyor. Yani 23 dakika. Yediyi. Ece harf savtı. Fımsıktım el ye. Yediyi 10 geçiyor. Yediyi 10 geçiyor. Yani 27 dakika. Mesela hala hakala Mahmud. Ece kan 7.5. Fina kul. Yediyi 30 geçiyor. Aslında ekter şey bu kulu 7.5. Saat 7.30. Bitti. Sabah unus. Saat 7.30. Saat 7.30 geçiyor. Liye ve. Aynen öyle. Şeyfin hadı taraf. Kul ve. Hadı taraf illa. Var. Bu da geçiyor. Şimdi. Hani noktup saat tane. Sen Hacer. Evet hocam. Evet. Dördü dördü buçuk geçiyor. 15 addiş. Dördü. Yok. Üç. Üçü. Üç, aynen. 15, 3. Üçü. Tamam, kemli. Bedek tkuli 4, illa. Bedek tkuli illa, yani? Evet, hocam. Yok, hon 33, karibi an nus. فاستخدمي جيتشيو أحسن يعني هون الساعة خليني أكتب لك هيك وضع أج أوسم سترج كل أيضا جدلم أمان كاتش تمام بو كاتش ساعت كاتش أج أج مثلا أقول إنه يرمي أج Yirmi iki geçiyor. Yirmi iki geçiyor. Aynen.
3 22 نحن مثلا عندنا من حالنا بنروح الدقائق. هذا بسألنا قديش ساعة نقول له 23 دقيقة أين، لكن هن بيحكوا للدقيقة بالضبط. 22 geçiyor. 3'ü 22 geçiyor. Lina? Evet. Evet, saat kaç? Dörtü 25 geçiyor. Evet, aynen öyle. Peki. Soma? Soma? Evet, Soma da öptedir yani. Peki. Diğer. Sana. Evet. Saat kaç? Şi. Saat kaç? Ana önce. Evet sen. 5'e 10. 5'i ولا 5'e? 5'i. Evet, o cevap versin, o cevap versin. 5'i kaç geçiyor? 10. 5'e 10 geçiyorum. Evet, 5'i 5'i 5 5'i 10 geçiyor. Kifaya. Evet hocam. Evet. Saat kaç? 8 10 5 15 geçiyor. Ya kul şekli tani, el asra, el ربع.